ليش كثير من الشركات بتخسر في الحملات التسويقية وما بتحقق على الأقل النتائج المرجوة إذا ما كانت بتخسر؟ مع العلم أنه لو ما تكون مثلاً في مدينة مثل الرياض اللي تعتبر من أسرع المدن توسعاً في العالم، اللي كان عدد سكان الرياض في 2016 5.9 مليون، وفي 2021 وصل ل 10.5 مليون في أقل من حوالي 3 سنوات، صار هذا الاتساع السكاني والاتساع في الرقعة الجغرافية للمدينة والتطور الرائع اللي بنشوفه في كل مكان في الرياض، ومع ذلك في بعض الشركات مش قادرة ترفع مبيعاتها بشكل كويس أو مش قادرة تحقق الحصة السوقية اللي بتستحقها على الأقل في هذا السوق واللي هو يعتبر سوق مزدهر. برأيي في عدة عوامل بتؤدي لها السبب، ولكن كلها تعزى إلى كور أو مرجع أساسي واحد، وهو إنه عدم أو غياب وجود نظام تسويقي متكامل. بمعنى آخر، قد يكون أنت عندك تستخدم السوشيال ميديا مثلاً، جوجل آدز والفيسبوك والإنستغرام والسناب شات وغيره والواتساب، والكونفرزيشنز أو الطلبات اللي تيجي من العملاء بتيجي على عدة أماكن، وبتضيع يعني إذا صح التعبير بتضيع الليد، وين صرنا مع هذا وشو اتفقنا مع هذا وشو قدمنا له أوفر وكيف تقارن مبيعاتك بين هذا الشهر والشهر اللي قبله والشهر اللي قبله وغيره. غياب نظام يحكم هاي العملية كلها بيؤدي لهي المشكلة، وأحسن حل إنك تعمله لتتخلص من هاي المشكلة هو إنك تستخدم ما يعرف بالكاستمر اكوزيشن بروسيس أو رحلة استقطاب العميل، اللي بكل بساطة هي مسؤولة عن بناء رحلة المتعامل معك من مرحلة أول مرة سمع عنك فيها أو شاف إلك محتوى على السوشيال ميديا إلى حد ما صار كاستمر. هاي التجربة كاملة، شو بصير فيها، كيف بتصير، كيف بتقيسها، كلها محكومة في هذا النظام، وإحنا بشركة فام بنقدم هذا النظام للشركات. تقدر تعرف أكثر عن هذا النظام من خلال نقرأ على الرابط تحت هذا الفيديو، سجل بياناتك ورح نبعث لك فيديو برزنتيشن يشرح لك تماماً كيف تشتغل هاي الخطة التسويقية، وإذا عجبك النظام ممكن تتواصل معنا حتى نقدم لك الخدمة هاي أو نقدم لك عرض أسعار فيها أو نلتقي فيك في اجتماع ونجاوب على استفساراتك. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.